الانطلاقه ديال هذه الدوره السابعه للرالي النسوي الدولي للمغرب هي تتمتاز اولا باستضافه الشرفيه لاسبانيا وحضور المغربيات بواحد الوتيره كثيره. علاش؟ لانه اختارينا الشمال، بغينا نعرفوا البلاد ديالنا على المغاربه اللي هي المدار المتوسطي، المدار المتوسطي اللي عنده واحد الانفراستركتور طرقات جميله اللي سيدنا الله ينصره هو اللي وراء هذا يعني هذا الرهان الكبير اللي حتى ولات كتعرفوا طريق بين الحسيمه وطنجه. والهدف ديالنا هو تعريف البلاد ديالنا المغاربه اولا، وايضا من ناحيه سياحيه ومن ناحيه رياضيه، يعني بالرياضه كنعرفوا بزاف حوايج. بغينا نعرفوا اليوم عدد ديال المتسابقين. عدد المتسابقين هو كاين تقريبا شي 50 سياره. طبعا كاين كيف ما خلال الروبورتاج اللي درنا كاين اللي شاركوا لاول مره. كاين اللي شاركوا لاول مره، ولكن هو يا فيه هذا الرالي ديالنا ماشي سرعه، هو معنا اللجنه ديال الوقايه من حوادث السير اللي غادي تسهر معنا في الترتيبات على اللي يحترم قانون السير وما جراش هو اللي غادي يكون عنده الحظوظ انه ينجح. شكرا لك. الله يخطيك. ميرسي. حميده الطوبي 50 يعني كي دايره المشاركه ديالكم اليوم من مدينه محمد؟ كنشوفها مزيانه بزاف، ماشي اول مره هذه باش كنشارك، هذه لا سيتيام فوا. هذه الخرجه كتكون غزاله، بس ما كنشوفوا فيها بلادنا، وغاص على هذا الغالي هذا اكتشفت المغرب كامل. وهي في الحقيقة شيء مفرح أن الناس مساهمين بوغ أون سونسيبيليزاسيون لهادشي لي زاكسيدون دو لا روت، ونتمناو إن شاء الله هاد الرالي يدوز بخير.